سلاح الجو الإسرائيلي وجه ضربات عنيفة في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم على الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ووكالة الأنباء السورية هي التي اعترفت بهذه الضربات الإسرائيلية، وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان أضاف العديد من التفاصيل من طبيعة الاستهداف الإسرائيلي والأهداف التي كانوا خلفها. وأيضا في نفس الوقت أن الأوساط الإسرائيلية مثل يدعوت أحرنوت كانت قد وضحت بأن الهدف الأساسي من هذه الضربات هي الفصائل الإيرانية، وكانت اللحظات الأولى قد جاءت بهذا الشكل من طبيعة القصف الإسرائيلي الذي تلاحظونه. وطبعا كانت ضربات كبيرة للغاية، الضربة الأخيرة التي جاءت على هذه المنطقة واضح بأنها جاءت على إحدى المخازن التي تتواجد فيها الذخائر والسلاح في نفس الوقت. إذن ما هي هذه التفاصيل إذا ما جمعنا جميع هذه المصادر وما جاء منها من طبيعة تفاصيل مهمة للغاية؟ بالنسبة لهذه طبعا الهجمات الإسرائيلية، الطائرات الإسرائيلية كانت قد حلقت عبر الجولان بهذا الشكل وحققت استهدافات تأتي إلى جنوب العاصمة السورية دمشق بالإضافة إلى شمال غربها. وطبعا المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري كانت حاضرة في عملية التصدي للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت البعض من هذه الصواريخ، ولكن هذا الأمر لم يكن كافيا فإسرائيل وصلت إلى أهدافها كما لاحظنا في المقطع الذي شاهدناه طبعا قبل قليل. وإذا ما ذهبنا إلى طبيعة النقاط التي استهدفتها إسرائيل بشكل تفصيلي أكبر، فسنجد أن بعض النقاط معروفة وبعض النقاط عادة لا تستهدفها إسرائيل أو تستهدف مناطقا بالقرب منها. فبالنسبة لأهم الاستهدافات هي جاءت على محيط مطار دمشق، هنا مطار دمشق، وكذلك في محيط أو بالقرب من مدينة الكسوة، وأيضا إلى شمال غرب دمشق، وهي النقطة التي هي تعتبر الأهم، كانت في عين منين هنا بهذا الاتجاه على إحدى المستودعات. بالنسبة للكسوة ومطار دمشق لم يكن واضحا ما إذا كانت هنالك أي مستودعات قد استهدفت على الأقل حتى هذه اللحظة، وباعتمادنا على المصادر التي ذكرناها لكم الآن، وهذا يوضح بأن على ما يبدو أن إسرائيل كانت تستهدف المنظومات الدفاعية الموجودة بالقرب من هذه المناطق من أجل مشاغلتها وبعدها الوصول إلى الهدف الذي كانت تبحث عنه. المرصد السوري لحقوق الإنسان وعدد من الأوساط السورية الأخرى كانت قد أكدت بأن الهدف وتم استهداف مستودع منين هنا أو مستودعات منين، وهذا المستودع عادة هو في منطقة من المفترض أن تكون تابعة للجيش العربي السوري، ولكن هذا المستودع تحديدا هو تابع إلى حزب الله اللبناني، وهو كان الهدف الأساسي بالنسبة لإسرائيل، وكان عبارة عن مستودع للذخائر والصواريخ تمكنت إسرائيل من استهدافه بعد مشاغلة طبعا المنظومات الدفاعية السورية. وبسبب طبعا استهدافها للمنظومات الدفاعية السورية كانت هنالك خسائرا بين عناصر الجيش العربي السوري، نتحدث هنا عن 4 عناصر من الجيش قد قتلوا طبعا، وهنالك عنصرين آخرين من الجنسيات الغير سورية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي وضح أيضا مدير هذا المرصد بأن هذين العنصرين من الممكن أن يكونوا من الفصائل المسلحة المقربة من إيران أو حتى من الحرس الثوري الإيراني، ليس محددا، ولكن ما هو أكيد هم ليسوا من الجنسيات السورية. أيضا كان هنالك 7 جرحى، 5 منهم هم كانوا من الفصائل المسلحة المقربة من إيران من هؤلاء الجرحى. بالتالي نحن أمام ضربة كبيرة للغاية قد جاءت في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم بهذه الطريقة. وطبعا الضربة واضح جدا بأنها كانت تتعقب وتستهدف إحدى شحنات الأسلحة التي عادة ما تقوم إيران بإرسالها أو بشحن الأسلحة عبر الأجواء طبعا العراقية إلى سوريا إلى مطار دمشق، وقاموا بهذا الاستهداف حيث كنا أمام شحنتين واضحة على الفلايت ريدار 24 قد نشرتها طبعا، ووثقت في الفلايت ريدار 24 لطائرة شحن إيرانية جاءت من إيران إلى دمشق وعادت طبعا من دمشق عبر الأجواء العراقية إلى طهران بهذا الشكل. وكان التسجيل الخاص بهذه الطائرة كما تلاحظون هي من طائرات الشحن الإيرانية الإليوجين التي عادة ما يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في عملية شحن أسلحته، وتلاحظ التاريخ هو 31 يوليو نهاية الشهر الماضي، الأمر ليس بعيد أبدا. أيضا كنا أمام شحنة أخرى للأسلحة قبل يوم من 31 يوليو
لطائرة شحن أخرى بهذه الطريقة أيضا من إيران عبر العراق إلى دمشق وعادت إدراجها مرة أخرى بهذه الطريقة. والتسجيل الخاص لنفس هذه الطائرة كما تلاحظون هو في 30 يوليو، والواضح جدا بأن كانت إسرائيل تتتبع هذه المسألة عن كثب، حيث يوم أمس في الساعات الأولى تقريبا من صباح أو في 8 صباحا، من 8:30 صباحا وحتى 11:15 تقريبا بتوقيت سوريا، كانت الطائرات الإسرائيلية تراقب هذه الشحنات. وطبعا الطائرات التي نتحدث عنها هي من السرب 122 الإسرائيلي، النحشون شافيت كانت واحدة من هذه الطائرات، تقوم بعملية مراقبة عالية للغاية كما تلاحظون هنا بهذه الطريقة بيوم أو يوم أمس قبل هذه الضربات، وهي تراقب بهذا الشكل العاصمة السورية دمشق، وبعد ذلك توقفت هذه الطائرات عن الظهور وجاءت الضربات التي تحدثنا عنها اليوم. ولكن أيضا لو لاحظنا أن عملية الرقابة تأتي بهذا الشكل على مناطق أبعد من دمشق، إذا ما أخذنا صورة أكبر أو أبعد من الصورة التي نراها الآن سنلاحظ بأن عملية الرقابة هنا لهذه الطائرة واضح جدا بأنها كانت تراقب عددا من النقاط مثل حماة على سبيل المثال، والأهم منها هي حلب، خاصة أن هنالك أيضا شحنة إيرانية قبل أيام قليلة قد دخلت إلى سوريا قادمة من إيران بنفس الطريقة التي تحدثنا عنها، ذهبت إلى حلب وعادت إدراجها إلى إيران. ولاحظ التاريخ هنا واضح جدا بأنها في 3 أغسطس، واضح أن هذه الطائرة قد تكون تتتبع هذه الشحنة للأسلحة، تريد أن تعرف أين ستخزن هذه الأسلحة، وبعد ذلك قد يأتي الاستهداف الإسرائيلي. بالتالي حلب مرشحة جدا أن تتعرض إلى استهدافات إسرائيلية بعد التأكد من طبيعة ما يتابعونه طبعا بكل تأكيد. وهذه المسألة هي مسألة خطيرة للغاية وكبيرة، خاصة وأن مركز المال الإسرائيلي قبل أيام قليلة أيضا بنفس هذا التاريخ الذي ترونه وتحديدا في 2 أغسطس كانت قد تحدث هذا المركز وكشف عن نقاط ومراكز تخزين السلاح الكيماوي من قبل النظام السوري بالتعاون طبعا مع إيران. بهذه الطريقة كشف النقاط الموجودة في دمشق، كشف أيضا النقاط الأخرى المتوزعة طبعا على سوريا، وأيضا في نفس الوقت مركز ألما الإسرائيلي كان قد كشف عن مسألة مهمة، ألا وهي أن هذه الأسلحة الكيماوية من الممكن أن تقع بأيدي الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا، والفصائل المسلحة المقربة من إيران لديها خطط كبيرة بالتعاون طبعا مع النظام السوري وبأوامر إيرانية مباشرة لإخراج القوات الأمريكية من سوريا. معهد دراسات الحرب كان قد وضح في 3 أغسطس، لاحظ التواريخ كيف هي متقاربة، بأن إيران وروسيا والنظام السوري ينسقون بشكل مستمر للضغط على القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لإخراجها من هناك. وطبعا على الصعيد الدبلوماسي هنالك تصعيد كبير اليوم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السيد ناصر كنعاني كان قد قال بأن الوجود الأمريكي لم يوفر الأمن أبدا، ومصالح الأمريكيين تقتضي تأجيج الانعدام الأمن، ونعتقد أن دول المنطقة قادرة على توفير أمنها. في نفس الوقت ومن جهة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أدخلت أكثر من 3,000 عنصر من مشاة البحرية الأمريكية المارينز عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر، متوجهة طبعا إلى مضيق هرمز، وطبعا هم جاءوا على متن سفينتين حربيتين. نتحدث هنا عن هذه السفن التي ترونها، أبرزها طبعا USS بتان، وطبعا كانت هنالك صورا لهذه السفن الحربية وهي تدخل بهذا الشكل من الصور التي نشرت طبعا على الفرانس بريس، وتلاحظون كيف أن هذه السفن متوجهة إلى مضيق هرمز، وقد تكون الآن قد وصلت طبعا إلى مضيق هرمز، ونحن نتحدث عن هذا الخبر الكبير. بالتالي تحشيدات كبيرة من الطرفين في هذه المسألة، وأيضا روسيا تلعب أدوارا كبيرة في مسألة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط على مستوى الأجواء والاحتكاك بالطائرات الأمريكية أو بطائرات الدرونز مثل MQ-9 ريبر كما شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية، لا أبدا، الأمر الآن تطور إلى أمر أكبر وأخطر، فهنالك شحت مياه كبيرة
في سوريا على مستوى الحسكة، على مستوى عدد من المناطق الموجودة في سوريا. وروسيا بدأت عن طريق طائراتها باستهداف آبار المياه الموجودة في سوريا لزيادة الاحتقان الموجود من المياه ووضع المياه في سوريا. وطبعا كانت هذه واحدة من اللقطات التي جاءت في 3 أغسطس لعملية استهداف روسية لهذا البئر الخاص بالمياه أو بئر المياه الذي ترونه. وطبعا إذا ما أخذنا عددا من العلامات لهذا الموقع لكي نتمكن من تحديده، نلاحظ بأننا أمام على ما يبدو مخازن أو خزانات للمياه تأتي على شكل خط واحد، وهنالك مخزن آخر إلى الأمام كما نلاحظه هنا. المنطقة واضحة جدا، منطقة أو بئر مياه واضح في هذه المنطقة. وطبعا هذه المنطقة هي بشكل مثير ليست بالبعيدة أبدا من قاعدة التنف التي تقع على المثلث الحدودي بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وكذلك في سوريا. وقاعدة التنف هي معروفة، ومعروفة أيضا بمنطقة 55 كيلو بهذا الشكل تقريبا منطقة سيطرتها أو تواجدها. وطبعا بالنسبة لبئر المياه الذي ضربته روسيا مؤخرا لأهداف استراتيجية الآن سنوضحها لكم، تقريبا تأتي بهذه المنطقة لهذا البئر الذي سنذهب إليه الآن بالقمر الصناعي ونحاول أن نقترب منه لنتأكد من هذه المنطقة. هي منطقة طبعا مهمة للغاية، وستلاحظ فعلا بأننا أمام نفس بئر المياه الذي لاحظناه. إذا اتجهنا من الشمال أو إلى الشمال قليلا ستلاحظ بأنك أمام نفس العلامات وأمام نفس النقطة التي قامت روسيا بتصويرها واستهدافها. طبعا تلاحظ هنا نفس المخازن أو الخزانات للمياه، وكما نلاحظ طبعا هذه هي النقطة التي استهدفت من قبل روسيا. بالنسبة لروسيا ومن يؤيد روسيا قالوا بأنها نقاطا يتحشد فيها ويتحشد فيها عناصر جيش سوريا الحرة، وبأنها قريبة من قاعدة التنف وغيرها، واستهدفتها روسيا بهذه الطريقة في رسالة لقاعدة التنف وللقوات الأمريكية. ولكنها في حقيقة الأمر واضح جدا أنت أمام خزانات للمياه، هذه ليست نقطة عسكرية أبدا، وكذلك أنها ليست مسيجة، ليست محمية، لا علامات عسكرية نهائيا. والصورة التي نراها هي ليست صورة قديمة، بل هي أحدث صورة موجودة على الأقمار الصناعية الآن. وكذلك في نفس الوقت كنا أمام استهداف جاء الشهر الماضي على إحدى الآبار، هذا البئر الذي تحدثنا عنه هو هنا، على إحدى الآبار الموجودة هنا في هذه المنطقة، ليست بالبعيدة طبعا عن النقطة التي ذكرناها، على مسافة ما يقارب 22 كيلومترا فقط في العاشر من يوليو الشهر الماضي. ودعونا نقترب أيضا من هذا البئر للمياه الآخر. أنت لا ترى آبارا للنفط لكن آبارا للمياه، وهذا البئر للمياه تحديدا كان قد استهدف من روسيا الشهر الماضي. هذه هي الصورة الخاصة طبعا ببئر المياه الذي نراه الآن، وطبعا صورة التصوير الروسي كانت بهذا الشكل للضربة التي جاءت. قد يتساءل البعض ما الأهمية الاستراتيجية من هذه الضربات. كما تحدثنا وكما نوهنا في البداية، المسألة بسيطة للغاية، هنالك أزمة مياه على مستوى الحسكة، على مستوى سوريا بشكل عام، وتريد روسيا ببساطة من عملية استهداف آبار المياه القريبة أو التي من الممكن أن تعتبر تحت مسؤولية قاعدة التنف، القوات الأمريكية، جيش سوريا الحرة، أو حتى على سبيل المثال قوات سوريا الديمقراطية، من أجل طبعا تحقيق الاستهدافات أو من أجل أن تلام هذه الأطراف من قبل الشعب الموجود طبعا في الداخل أو من قبل المواطنين، أن يكون هنالك تذمرا ضد هذه القوات الموجودة، ومن أجل الضغط عليها داخليا، بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي تريد هذه الفصائل المسلحة أن تقودها من عدد من الاتجاهات على القوات الأمريكية وعلى حلفائها في المنطقة، لإجبار طبعا الولايات المتحدة أن تفكر بالخروج من قاعدة التنف الاستراتيجية أو حتى من شرق نهر الفرات. وبالتالي كما تحدثنا آبار المياه التي ضربت هي قريبة هنا كما حددناها قبل قليل من لزيادة أزمة المياه بشكل واضح. وطبعا قوات سوريا الديمقراطية، الجميع من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية منتبهة تماما لما يجري. فعلى سبيل المثال قوات سوريا الديمقراطية
إقامة اليوم كما تلاحظون هنا في القناة الخاصة لهم على التليجرام. توداي نشروا صورا لعملية إرسالهم لهذه الخزانات المياه أو عبر الشاحنات التي نقلوا فيها المياه للمواطنين الموجودين في الحسكة على سبيل المثال، وبدأوا بعملية مساعدة الأهالي من أجل تفادي هذه الأزمة التي تريد روسيا من خلالها أن تقول بأنها تضرب مواقع عسكرية ولكنها أبار للمياه لزيادة المعاناة كما نتحدث الآن. بالتالي سوريا فعلا فيها مشهد سياسي حربي كبير يجري اليوم في الداخل وفي منطقة الشرق الأوسط، والأسئلة تذهب إلى أين ستصل هذه المعركة، وهل ستتعرض الولايات المتحدة أو ستتخذ قرارا بالخروج من سوريا إذا ما تم تطبيق هذه الخطة الإيرانية الروسية بمعاونة مباشرة من النظام السوري.